رسائل من خارج هذه البلاد، يقول يوجد في بلدي، يقول يوجد قبر بجوار بيتي تماما باتجاه القبلة. يوجد في بلدي قبر بجوار بيتي مباشرة باتجاه القبلة، يقول وهو بعرض بيتي كله. إذا أردت أن أصلي في الغرفة ليس بيني وبينه إلا هذا الجدار، هل يجوز لي أن أصلي في هذه الغرفة صلاة النافلة؟ ما فهمت السؤال، كيف يكون بعرض البيت كله؟ كيف يكون الميت بعرض البيت كله؟ نعم فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول حفظك الله، يوجد في بلدي قبر باتجاه، أو يوجد في بلدي قبر بجوار بيتي باتجاه القبلة، يعني بجهة القبلة، نعم، بعرض بيتي كله. يقول كيف يكون القبر بعرض البيت كله؟ يعني الرجال طول البيت كله؟ لا أظنه. نعم.